سيارة وتحدث يعني عن نقطة أخرى يعني أنا لاحظتها وهي مهمة في الحقيقة، عن الاتصال المباشر الذي وصفه بأن هناك اتصالا مباشرا بين شخصه يعني وبين القيادات في البلدين في المملكة العربية السعودية وفي دولة الإمارات، وهذا ربما يأخذني إلى شكل من أشكال الدبلوماسية تسمى الدبلوماسية المباشرة، بمعنى أنها تتخطى الدبلوماسية التقليدية عن طريق البعثات الدبلوماسية وعن طريق المؤتمرات وهذا الدولية. هذا أجدى أحيانا لبناء الثقة بين القيادتين، هذا لبناء الثقة. الشيء الآخر للمبادرة والسرعة في حل كثير من المشكلات. هناك كثير من مشكلات يعني لا تحتمل حقيقة على الإجراءات الدبلوماسية التقليدية من رفع الأفكار وتداولها ثم رفعها للجهات المختصة ثم إعادتها للمطابخ السياسية التقليدية الخارجية ثم دوائر صنع القرار. اسمح لي.